الإخوان والأخوات لا من الأقاليم لا من الهياكل لا من البرلمانيين لا من الوزراء يلحون أن أتقدم بترشيحي. هذا لا يعني أنني سأنجح، يطلبون أنني أترشح، وكون أنني مازال ما حصلتش في الترشيح ديالي هذا جعلني أنني مازال يعني أفكر وأحاول أن أقنع حتى الإخوان اللي كيطلبوا مني هذا الشيء هذا أنهم يعفيوني من هذا. لكن أمام الإلحاح المتزايد وفي هذه الفترة التي هي فترة كما ذكر بذلك الأخ عبد السباعي هي فترة فتح باب وضع الترشيحات وليس الترشيحات الرسمية. سأقدم ترشيحي فعلا يعني. سأقدم ترشيحي إلى الأمانة العامة لأنني أعتبر كيفما كانت النتيجة أعتبر أنه غيكون إخلال بهذوك الأصوات اللي هي كثيرة وكثيرة جدا التي تليح أنني أترشح. هناك بطبيعة الحال إخوان آخرين لهم رأي مخالف وأحترم رأيهم ومنحهم، ويوم سيكون يعني المصادقة على القانون الأساسي والشروط ديال الترشيح ستبت يعني الأجهزة في جميع الترشيحات بما فيها ترشيح عبد الربي. فلهذا يعني حتى ما يكون شيء هناك وهناك استمعت إلى كلام أخجل أن أقوله، تعليمات العليا، من قال بهذه التعليمات العليا؟ من قال أن الجهات العليا تتدخل في الأحزاب السياسية؟ لو كان هذا لقيل لي من قبل يعني نهار قلت ما غنزيد شيء يقولوا لي اسكت، هذا الشيء ما كاينش نهائيا. ومع الأسف أن هذا ما يروج وهو غير صحيح، وشكرا لكم.